بعد هدوء دام نحو عام تقريبا، اندلعت المواجهات العنيفة مجددا في مديرية عتمة إثر استحداث ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح نقاط تفتيش وقيامها باختطاف واعتقال عدد من شباب المديرية. تطور قوبل بردة فعل قوية من جانب أبناء مديرية عتمة الذين أصروا مجددا على الدفاع عن مديريتهم ومواجهة مخطط الميليشيا الانقلابية تحويل المديرية إلى معقل لها في محافظة ذمار. تضحياتهم الكبيرة والعظيمة من أجل الدفاع عن وطنهم ودينهم وكرامتهم، من أجل الدفاع عن أنفسهم ومنطقتهم وحمايتهم. جبهة حلفان هي الميدان الرئيس للمواجهة بين المقاومة والميليشيا الانقلابية، والزحف نحو جبل حلفان هو الهدف التالي للمقاومة نظرا لأهميته في التحكم بخط إمداد الميليشيا من جهة مدينة الشارق نحو مركز مديرية عتمة، خصوصا بعد أن تمكنت المقاومة من تحرير منطقة النجدة. عشرات القتلى والجرحى من مقاتلي الميليشيا هي حصيلة الهجمات التي شنها رجال المقاومة خلال الأيام القليلة الماضية. إحدى أهم الضربات التي وجهتها المقاومة الكمين الذي أودى بحياة 7 وجرح آخرين من عناصر الميليشيا في جبهة حلفان، أمر دفع بالميليشيا إلى حشد المزيد من المقاتلين والعتاد من نقطة التجمع في مدينة الشرق. قابله نداء من قائد مقاومة عتمة عبد الوهاب معوضة لمن أسمهم الأحرار في عتمة والمناطق المجاورة لها ومناطق مرور إمدادات الميليشيا للانقضاض على عناصر الميليشيا الحوثية سواء في الطرقات أو المواقع أو النقاط. وفي الأثناء تبذل وجاهات اجتماعية في المديرية جهودا حثيثة لإحياء العمل بالهدنة دون أن تتوفر دلائل فورية على إمكانية نجاح مساعي كهذه، خصوصا بعد أن بدأت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بإرسال تعزيزات إلى عتمة صدتها المقاومة وتمكنت من تدمير سيارة على متنها رشاش وعدد من المسلحين.